زال جد سزال. مرحب. لقد تأخرت، لنذهب إلى المنزل. هل جئت لملاقاتي؟ نعم، أخبرتك كل شيء عن الجبال وعرفت أن له لا داعي للقلق عليك. كنت أبحث عن بال للكلب الأبيض. لكن أنجلينا كانت قلقة جدا، وهي تخاف دوما من أن تصاب بأي مكروه. يجب أن نعود بسرعة. أنجلينا تخاف كثيرا. أنجلينا، أنجلينا، أين كنت حتى الآن؟ فتشت عنك كثيرا. كنت ألعب، كنت في الجبل. الجبل؟ منعتك عن الذهاب إلى هناك بسبب الكلب الأبيض الشرس. إنه ليس بالكلب الشرس. ها؟ قل الحقيقة سيباستيان، ألم تلتقي بهذا الكلب الأبيض الشرس؟ كلا، لا أعرف عنه شيئا. سيباستيان، ستندم إذا صعدت الجبل مرة ثانية، لن أدعك تأكل. إذن ما زلت مستيقظا، قل، لابد أنك جائع. إنه من طعام العشاء الذي جهزته أنجلينا. أنجلينا؟ لا يمكنك النوم ومعدتك خاوية، يبدو أنها تعنفك، تعنفك دائما، لكنها تحبك كثيرا يا بني. نعم أنا أعرف. أنا أريد أن أعترف. في الحقيقة التقيت الكلب الأبيض. ماذا؟ كنت تعلم؟ كنت أعرف أن سيباستيان سيذهب لرؤية الكلب، لكني لم أكن خائفا منه. كان كبيرا جدا ونظرته كانت رقيقة، رقيقة جدا جدا. إنه ليس كلبا شرسا. نعم نعم، كلب جبال البرني طيب، إنه لا يؤذي إذا لم يضيق أحد. لا بل إنه يساعد الضائعين في الجبال دائما. أسمعته بيل، أيعجبك هذا الاسم؟ بيل؟ لكن يا سيباستيان، الكوخ يقع على منحدر قوي، لا تذهب إلى هناك وحيدا بعد الآن، قد تتعرض لبعض الأذى. أفهمت يا بني؟ حسنا. هيا نام الآن. نعم جدي. أخذت له بعض الأكل.
الكلب الأبيض الكبير؟ الكلب الأبيض الكبير؟ الكلب الأبيض الكبير؟ نلتقي غدا. حسنا. لا تؤذيني. أعطني البندقية. إنها في دكان. أسرع اختفى. هل هو خائف منا؟ نعم إنه خائف مني. لنطارده. هيا بنا. أسرع. ها هو. وجدناه. النجدة. النجدة. لنلحق به. انتظر قليلا. هذه القطعة من اللحم. لكن هذا لن يعلم أحد. سنلقي اللوم على الكلب. فهمت اللعبة. فهمت. أين ذهب؟ عند أسفل المنحدر. ها هو هناك. طاردوه. قالوا إن الكلب زهر في البلدة لننطق به. هيا هناك. طاردوه. ماذا؟ كلب أبيض كبير حاول أكل طفلي يا سيدي. أمسكوه. أسرعوا. محاولة قتل المجرم. كلب أبيض كبير سرق قطعة لحم. ذلك الكلب سرقها. هل حقيقة الكلب الأبيض سرقها؟ نعم، أفضل قطعة اختفت من متجري. صدقني يا سيدي. أنا رأيته يأخذها يا سيدي. نعم، نحن شاهدان على ذلك. سرقة لحم. السارق قلب أبيض كبير. لا يمكننا العيش بأمان والكلب حول القرية يهدد الجميع. يجب القيام بشيء ما على الفور. أمسكوا به. اقبضوا عليه. كالمانيول. نعم سيدي. اتصل بدورية الجبل واجعلهم يطاردون الكلب الأبيض فورا. سيباستيان، ألم تشاهد الكلب؟ الكلب؟ كلب أبيض كبير من جبال البيريني. أتاني للإمساك به. اليوم حاول قتل طفل. ثم سرق اللعب من متجر سيد بودور. لابد أنك رأيته. لأنه قد عايش في الجبل. طردوه. الحقا به. الكلب الشديد بسيباستيان يلائمان بعضهما البعض. ولد يتيم. اي ماذا تفعلون هنا؟ انه الدكتور جيوم. ماذا تفعلون لو هجمكم الكلب اثناء شجاركم؟ لنذهب من هنا. توقف يا سيباستيان، ما المشكلة؟ المشكلة انهم دائما يسخرون مني لاني يتيم الام. لماذا للجميع امهات وانا من دون ام؟ تركوك لوحدك لأنك دائم الانعزال. الجميع في المدرسة. لن أذهب إلى المدرسة أبدا. لا أريد أن أراهم ولا أن ألعب معهم. توقف سيباستيان. أبدا. سيباستيان. أي ولد سيباستيان؟ ماتت. سيباستيان، ماذا تفعل هنا؟ جا. نحن ذاهبون لملاحقة الكلب الأبيض والقبض عليه. هل ستطلقون النار عليه؟
نعم يجب أن نقتله. اليوم هاجم القرية واعتدى على البعض. هذا كذب، بل لا يهاجم القرية. بل تعني الكلب الأبيض؟ كلا أنا لا فقط. لقد شاهدته، التقيته، أليس كذلك يا سيباستيان؟ جو. نعم سيدي. اصغي إلي يا سيباستيان، الكلب الأبيض كلب شرير لا تدنو منه. اذهب فورا إلى المنزل، هل فهم؟ إلى اللقاء. لا، لم يعد إلى المنزل بعد، لماذا؟ ليس بعد، غريب، طلبت منه العودة فورا. عندما التقيت سيباستيان منذ مرهق طلب مني عدم قتل الكلب. ربما ذهب للبحث عنه، يبدو أنه مهتم به كثيرا ومتعلق به. ماذا سيفعل سيباستيان إذا هاجمه الكلب الأبيض؟ لهذا السبب قلت لسيباستيان ألف مرة، جان أرجوك ابحث عنه، أسرع. سأفعل، سأذهب وأبحث عنه. جدي، دعي الأمر لي، فأنا أعرف أين أجده. جدي كن على حذر. أعرف أعرف، سأعود للحاق بالدورية. إلى اللقاء. سيباستيان، لا انتظر يا سيباستيان، لقد كبرت، تعبت حتى استطعت اللحاق بك. ما اسمه؟ ما اسم الكلب الأبيض؟ إنه بيل. صحيح بيل، اعتقدت أنني سأشاهد بيل أيضا وأنا أتبعك في هذه الجبال الوعرة. تأخر سيباستيان، ماذا جرى له يا ترى؟ سيباستيان، إنني أسيء إليك بمعاملة لطيفة، سوف أكون صارمة معك، سأعاقبك، سأضربك، دكتور كيان. ولماذا تودين معاقبتي وضربي؟ آسفة دكتور، اعتقدت أنك سيباستيان. نعم. حسنا، أرجوك تفضل. شكرا لك. أنسة أنجلينا، أنسة أنجلينا، أريد أن أتكلم معك. تريد التحدث معي؟ نعم يا أنجلينا، ولأمر هام جدا. هل الأمر يتعلق بي؟ أعتقد ذلك، وقد يزعجك بعض الشيء. إنه بخصوص سيباستيان. سيباستيان؟ ماذا جرى له؟ هل تعرض لأي حادث؟ كان يتشاجر مع البعض منذ برهة، والسبب أن ليس له أم، والأولاد يسخرون منه دائما. أنجلينا، ألم يحن الوقت لإطلاعه على الحقيقة؟ لقد نضج ويجب إعلام واقع أمره. بيل، أين ذهب بيل؟ انتظر يا سيباستيان، هذه هي الحدود، لا تذهب من هذه الناحية، فهي الحدود بين فرنسا وإسبانيا، ولا يمكنك عبور الحدود بحرية، بالإضافة إلى أن هذه الطريق قديمة وخطيرة. لنذهب إلى الكوخ المأوى. حسنا، كن حذرا. هيا. بيل،
اختفى. لقد مشينا كثيرا، سيجدنا إذا بقينا هنا. هل سيأتي فعلا؟ نعم سوف يأتي قريبا. أكيد. أجل أرجوك جدي حدثني عن أمي. اجلس وسأخبرك. أريد أن أعرف كل شيء. ولم هذا الإصرار يا بني؟ حتى لا يسخر مني الأولاد لأني يتيم. ربما آن الوقت لكي تعرف الحقيقة كاملة يا بني. منذ 7 سنوات كانت تثلج هنا، كنت عائدا إلى المنزل بعد صيد الثعالب. التقيت بامرأة. ماذا تفعل هذه المرأة في يوم مثلج كهذا؟ كنت قلقا. ماذا حصل؟ كنت قلقا جدا. سيدتي هل أنت بخير؟ كانت باردة كالثلج، كانت ستموت لو تركتها في حالها هذه. أخذتها إلى الكوخ. كيف تشعرين الآن؟ بإزعاجك أنا بخير الآن شكرا. لا إزعاج، ما هو اسمك؟ اسمي إيزابيل. من أين أنت قادمة؟ مارسيليا، أنا من أفراد فريق كارلوس. لكن ماذا تفعلين في جبل كهذا وفي مثل هذا الطقس المثلج؟ شكرا. يسعدني مساعدتك، فإذا كنت بحاجة. سأرزق طفلا وأنا لا أجد مأوى. إيزابيل كانت امرأة غجرية. ما معنى غجرية؟ الغجر يشكلون فرقا تنتقل للغناء والرقص في جميع أنحاء البلاد. إيزابيل كانت واحدة منهم، تزوجت من فنان في إيطاليا وانفصلت عن الفريق للعيش معه. إنه والدك. لكن بعد مضي 2 على ذلك الزواج توفي والدك بسبب المرض، فانضمت إيزابيل إلى الفريق الغجري مرة ثانية بعد أن عانت ما عانت. عندها اكتشفت أنها حامل، وحسب قوانين الفرقة كان يجب أن تلد الطفل بمفردها، فأتت إيزابيل إلى الجبل لتلد طفلها، فأضلت الطريق ولم تلتقي من يساعدها. لقد انتهى الأمر. إنه طفل جميل. انظروا إليه، إنه صبي. أليس ولدا ظريفا؟ أطلقنا عليك اسم سيباستيان تيمنا بجدك لوالدتك. لا تسمح قوانين الغجر بالزواج من الأغراب، ولا تسمح بإنجاب الأولاد منهم، فإذا علموا أن إيزابيل رزقت بولد سيتركونها لوحدها وتصبح دون أي معيل يهتم بها وبالولد. سأعود لأخذه عندما يتفهمون وضعي. حتى ذلك الوقت أرجوكم أن تعتنوا به. لا تقلقي يا إيزابيل، اطمئني على ولدك. سأهتم به جيدا. كوني حذرة. سيباستيان ولدي انتظرني، سأعود لأخذك يوما ما.
أمي الآن؟ ألم تعد منذ ذلك الحين وتسأل عني؟ سمعت أنها تعمل مع الفرقة في إسبانيا. في إسبانيا؟ وعدتني بأنها ستعود بعد أن تكون قد كبرت واتفقت بخصوصك مع الفرقة. إذن أنجلينا ليست أمي وأنا لست يتيمة، لن يسخر مني أحد. ولكنها تحبك كأمك. أين أنت ذاهب؟ سأذهب وأحاول إيجاد بل في الخارج. سأخبره بأنني أما لست يتيما، لست يتيما. بل هذا أنت؟ سيباستيان، اخرج من هناك، ابتعد عن الكلب. ابتعد عن الكلب بسرعة يا سيباستيان. لا تطلق النار عليه. بل اذهب، اهرب، اخرج من هنا. اطلق النار. ابتعد من هناك. لا، لن ادعكم تقتلوا، لن ادعكم تقتلوا صديقي بل. تمكنت دورية الجبل من إيجاد بيل وسيباستيان وحاولت قتل الكلب، إلا أن سيباستيان الذي اعتبر الكلب صديقا له وقف في وجه الدورية مدافعا عن الكلب. لا، لن أدعكم تقتلوه، لن أدعكم تقتلوا صديق بيل. بيل اذهب، اهرب، اخرج من هنا.